صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن انطلاقة دوري فيفا والجولة التاسعة من دوري فيفا. قبل لا أبدي أرحب بضيوفنا ومحللينا على اليمين، مدير منتخبنا الوطني الأسبق ومدير فريق كاظم الأسبق أخوي العزيز منصور التنيب، بجانبه بعد غياب طويل يحل علينا ضيف اليوم أخونا الإعلامي والصحفي والناقد الرياضي أحمد السلامي، على اليسار طبعا مدرب وطني ولاعب دولي سابق ووكيل مدرسة حالي. ايش رايك فيه وكيل مدرسة حالي؟ شو بقى بعد؟ قول وين بيتنا بعد؟ وين بيتكم؟ دليلية صح؟ أجار أجار. أخونا العزيز عبد الحليم العسعوسي، وآخر الحضور زميلنا أيضا مدربنا الوطني الأخ العزيز الكابتن عبد الله الشلاحي. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير، مشكورين على تلبيه الدعوه، يا هلا مرحبا فيكم. حياك الله اخوي احمد. الله يحييك ونورتنا. حياك الله استاذ. الله يحييك. شلون الامتحانات؟ عسى تغششون الطلبه وتساعدونهم. اي ان شاء الله. انت ثانويه عامه بعد، يعني اقصد ثانويه. 4-1 الامتحانات. 4-1 الاسبوع الجاي ان شاء الله. ضبطوا عيالنا عاد يعني. ان شاء الله. لا تقصروا وياهم. حاضر، عندك عيال هناك نسيتنا؟ لا والله ما عندي، بس يعني ضبطوا عيالنا كلهم عيالنا. ان شاء الله حاضر. قبل لا ابدي الحقيقة اليوم تشرفت بتعاون أشخاص أعزاء علي. أول شخصية أخوي العزيز عبد الله أو بشار جاسم وعبد الله الجيران، أو عبد الله الجيران وبشار جاسم، بشار جاسم طبعاً وعبد الله الجيران أغنياء عن التعريف. أخوي بشار جاسم صحفي فني رياضي ما شاء الله وكويتاوي ومتابع للرياضة والكرة بشكل خاص. واخوي عبد الله الجيران ما يحتاج وكيل ماركت ماكرون في الكويت، عضو في لجنه التسويق في اللجنه التقنيه اتحاد الكره، يعني شخصيتين ما شاء الله لهم باع في ايضا الرياضه وفي كره القدم. عندهم ماركه كويتيه جديده اسمها ميدار دات كيو 8، هذا حسابهم واسم الماركه ميدار. احنا راح نشوف حسابهم ان شاء الله على الشاشه، اللي يحب يتواصل معاهم عندهم يعني تصاميم كويتية، عندهم أفكار ومقترحات أيضا كويتية وديزاينات كويتية. نتمنى لهم التوفيق، هذا هو حسابهم، نتمنى لهم التوفيق. اليوم هم هدوني هاللبس، ايش رايك؟ والله ممتاز، خوش لبس والله، عسى الله يبارك حق الشركة إن شاء الله. بس دعايه بس رايك؟ انا على بار رقم مسجون والله. شلون؟ انا على بار رقم مسجون اللي فوق. اجار اجار تاجر؟ اجر اي. انت كله اجار اليوم. زين وين المخيم؟ وين المخيم؟ جلاعي. ليش ما حط هذا الموقع مالك؟ ما يصير شو اعلان. مشكور يا اخوي بشار والله يوفقكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله لكم شركة كبيرة في الكويت وبرا الكويت. أيضا أخ عزيز، مو أخ والله، يعني بمثابة عم، أخو كبير المؤرخ العزيز عبد المحسن محمد حج العوضي، عامل رزنامات على 3 أندية صراحة، بالطريق إن شاء الله الأندية الباجي، رزنامات لـ 2017، هذه رزنامة الزعيم العرباوي، ما أدري واضحة وين الكاميرا، شوف عند مشاري. هذه الرزنامة فيها أعتقد أيضا أعضاء مجلس إدارة النادي العربي داخل، رؤساء النادي العربي الرياضي، أول صفحة طبعا بالنص المهلهل محمد جاسم النظف رئيس أول مجلس تأسيس رئيس مجلس إدارة، داخل أيضا صور جميلة صراحة. رزنامة يعني الأولى من نوعها خلينا نقول على شكل الأندية الكويتية. هذه حق كاظمة أكيد فيها أنت. هذه حق كاظمة أيضا نفس الشيء، رؤساء نادي كاظمة منذ التأسيس، جهد جبار، وحسب ما عرفت من العم عبد المحسن محمد حج العوضي. هذا يبيعهم يعني ولا؟ والله وقال لي إهداء حق ضيوفك. فانا بهديك انت كاظماوي عاد، في ثنتين كاظمه. في بيتي كاظمه؟ اي تفضل. زين بعدين لما طلع مو الحين اخذها؟ لا لا وين احطها؟ وين تحطها صح؟ وهذه ايضا القادسيه، فكره جميله صراحه،
بس يزعلون هذا الكويت الحين. لا عطني واحدة الكويت. ما في الكويت والله. ابو فهد تفضل بما انك قد ساوي نهديك فيها خطا. شلون؟ فيها خطا. افا سيرتي والله. شلون؟ رزنامة الملك القدساوي خطا، رزنامة الزعيم الملكي. والله عاد الزعيم الكرة الخطيئة. اخذتم الزعامة من العربي وقمت شباب غيروا الصفحة. ما راح تبين اول صفحة. ترى تقلب القلب هناك. سلاح ايش خذيت؟ اي نادي؟ العربي. العربي بس بعد شوي يجيب كاركتر امسح الزعيم. هذه شعر. ما قال لي بس فيها. شلون قال لك تساوي؟ شنو قال؟ زين انت الحين محيت التاريخ العربي كله؟ لا لا الزعيم، زعيم الوالد. والعربي زعيم؟ زعيم. ما حد قال ان العربي مو زعيم، العربي زعيم. بس اللي اعرفه غاسيه ملكي. غاسيه ملكي. اي ملكي لانه جاب ثلاثية تاريخية. اوكي ملكي. بقى العربي فيها بسنة 83 او 82. جاب ثلاث بطولات، الدوري والكاس الامير والبطولة أندية الخليج. وتعرف هذا منو؟ السفير اللي ظلم انه لاعب ظلم لما لعب طلب العراقي مرتين واحنا جبنا ثلاث وانسحب. احنا جبنا مجلس التعاون مجلس التعاون والامير والدوري والدوري بس دائما تحسب للاول فاول نادي عربي. خذينا ثلاث بطولات نفس السنة ما كان يمكن مسؤول اذكر واسيوية طلعنا طلب العراقي طلعونا لان ما نلعب مع العراقي مرتين نادي مرتين. خلنا نشكر العم عبد المحسن العوضي جهد متعوب عليه وأمانة يعني طلب مني أوصل الشكر للإخوان أعضاء مجالس إدارات الأندية اللي عمل لهم هالرزنامات لأن تعاونوا معاه وزودوا ببعض المعلومات اللي تم الجماهير العرباوية والكظماوية. عاد شلون تحصلون عليها يا أخوان؟ أدري الإخوان أكيد في البعض بيسأل، أنا ما عندي أي فكرة. موجود بحسابنا في تويتر رقم عم عبد المحسن العوضي ورقم تليفونه والايميل أيه. بامكانكم التواصل معه. ايضا قبل لا ابدي كالعاده خلينا نطلع ال 25 بعد فيها فلوس ابو سعيد الرعاه 20 دينار سؤال الحلقه الرعاه سؤال الرعاتي والله الحين ما زلت لا ما الحين بس حق اليوم اي حق اليوم ما ذاكرنا نظام ذاكر انت انا تعي وكيل يسألني عن الوكالة يبقى يسألك عن شيء ديني شيء. خلينا نشكر رعاتنا اول شيء شركة فيفا شكرا لهم، سفريات النور شكرا لهم، دار الانوار المباني شكرا لهم. ايش حقي 25 يا 20 يا 30؟ لا لان هي كانت 100 دينار ايه مقدمة من العم حجي احمد بيونس وزعوها على اربع حلقات 25 اي يعني عشان نقدر نخليها على خمس حلقات 20 يبغى والله بالصيد انت ايش فيك. الشكر ايضا لدار الانوار المباني دير اندير واخوي العزيز محمد العنجري وطواري مدلول وكيل جيفوفا وزيز في الكويت، الجميع شكرا جزيلا لهم. سؤال اليوم طبعا اللي عرف اجابه حق امس اللي فاز فيها من المتابعين في تويتر، اليوم نعطيها حق اللي شاركنا بالتليفون يشاركنا موضوع حلقتنا وندخل اسمه في المشاركين في المسابقة. أما الشباب اللي يعرفون الإجابة لهم من الإجناعي للعطور والبخور هالهدية كوبون حق ضيوفنا داخل الاستديو. بس لا تقول الإجابة فكر فيها بعدين عاد آخر حلقة. مو بسرعة هو لغز لأن العم بيونس اليوم ما أعطاني سؤال لغز ولا لغز عشوز بالليل شو تحل لغز والله الغاز بتاعي الصبح. اللغز يقول سيارتين، أنا قلتها قبل فترة ما حد عرف الإجابة صراحة، ما أدري أنت كنت موجود ولا لا مو موجودة. سيارتين واحدة طلعت 8 واحدة طلعت 9 من نفس المكان، واحدة تمشي 10 كيلو واحدة تمشي 15 كيلو بالساعة، متى يرتقون مع بعض؟ هذا السؤال لا تجاوب. شو عارف أجاوب؟ ها شو سيارتين مع بعض طالعين؟ سيارتين مع بعض طالعين من نفس المكان من بيتكم، واحدة تمشي 10 كيلو متر بالساعة واحدة تمشي 15 واحدة تمشي 15 كيلو متر بالساعة أسرع دي واحدة 8 واحدة 9 اللي طلعت 8 هي 10 كيلو اللي سرعة 10 كيلو تعطنا مجال بالنسبة للرياضيات واللي تسع 15 كيلو مندق عليهم متى يلتقون مع بعض؟ يدزوا لك مسج الحين المسافة ايش كذا؟ ماكو متى يلتقون مع بعض؟ متى يتواجهون مع بعض؟ يعني يكونوا مين بعض؟ اوكي هذا سؤال شلون؟ لما يخلص بنزين ها؟
واحد قال لا تجاوب ما حد يجاوب الا لما الساعه 11 لان في احد الاخوان قال عند نقطه النهايه انا حق المغردين الساعه 11 اجابته ترى بعد 3 ساعات من انطلاق السياره الاولى انت كنت موجود سؤالنا لا بعد 3 ساعات من انطلاق السياره الاولى والله ما كنت موجود لا موجود لان حليته انت لهم الحين ما حليته لان حركته انا بقول 11 غيرنا السؤال لان 3 ساعات 10 كيلو 30 والسيارة الثانية طلعت بعد ساعة انت مدرس 15 غير السؤال بس الإجابة بعد 3 ساعات دزوا على تويتر انا قلت عطنا قاري مع قاري هذا مو سيارة ما نقدر عطنا اسس من بتاية طيب والله العنبو يونس ننطر منك سؤال حق المشاهدين لأن العنبو يونس هو عادة يعني يطرح السؤال وننتظر الإجابة من الأخوة المشاهدين خل نروح حق فاصل ريح فيه شوية وبعد ذلك نعود هاكم الله ويانا خل نسأل سؤال هو العنبو يونس كان معطيني سؤال أو توه دزي سؤال معروف يا عنبو يونس كان يقول منو حارس المصري اللي كان يحرس مرمى النادي العربي أعتقد سمير محمد علي معروف يعني عنبو يونس سمير محمد علي الأغلبية يعني لكن سؤال أعتقد أبو فهد ومن عليك عنبو يونس هو راح يكون سؤاله شوية في يعني خدعة شوية شنو سؤالك مفيد؟ من هو أول حارس كويتي الجنسية يلعب في الدوري العام؟ حلو. أول حارس كويتي. هذا حق المغردين. حق المغردين. يس. أوكي. لا حق اللي يتصلون فينا. حق اللي يتصلون. حياكم الله ويانا متصليننا ومشاركينا نمون على العنبو يونس لأن سؤالك عنبو يونس سهل وأعتقد مشاركين بكثرة فنمون عليك بسؤال. أخونا عبد الله الشلاحي خل نبدأ حلقتنا اليوم بمواضيع شوية قبل أن ندخل في الدوري يعني موضوعين مهمين يتعلقون بأيضا الوضع الرياضي الموضوع هذا الموضوع أتمنى مخرجنا بس خلوا شيء يشغل الكمبيوتر عشان أحط لكم الخبر وأطلب تعليق الأخوان الضيوف على الخبر طبعا في ندوة بديوان كويتاوي كانت موجودة احنا للأسف يعني ما تابعنا الندوة ولا صورناها لكن هذا ما كتب ونقل وأتمنى من الأخوان يعلقون أعتقد إذا كانوا حاضرين أو شايفين أو سمعوا الندوة فهد الغانم عضو مجلس إدارة نادي الكويت وهو طبعا مدير قطاع الناشئين ومراحل السنية في الكويت متكلم حول موضوع النقاط الثلاث في ندوة ديوان الكويتاوي فشنو قايل الأخ فهد الغانم فواز الحساوي شريك في المؤامرة وهناك تلاعب والتفاف على القانون وطبعا حسب الكلام اللي مكتوب في أمن ومحاكم حساب الرسمي لحساب اسمه أمن ومحاكم إنه قايل الأخ فهد الغانم الحساوي جاهل وتآمر على الكويت وقرار الاتحاد مهزلة أنا شخصيا استبعد إن الأخ بثنيان تطلع منه كلمة جاهل استبعد هالأمر لكن هم يعني ما بيكذب أيضا الأخوان في حساب أمن ومحاكم يبقى لهم أيضا مصادرهم يمكن شافوا الندوة يمكن نقلوا لهم الخبر لكن من خلال علاقتي وارتباطي بالأخ فهد الغانم استبعد أنه يقول أو يصف شخص مهما كان خصمه ومهما كان منافسه ومهما كان هو هذا الشخص ضده يصفه بالجاهل لكن يبقى قد يكون هو قايلها أيضا في نوع من الحزن على 3 نقاط متأسف على النقاط الثلاث يعني زعلان بشدة على النقاط الثلاث فذكر هالكلام قد يكون لكن ببدر
تعليقك. والله أنا يعني سمعت عن الندوة هذه نعم. وعرفت محاورها، كان يتكلمون أكثر شيء عن الثلاث نقاط اللي راحت يعني إلى النادي العربي، يعني هي راحت لهم بخطأ الاتحاد أو لجنة اسمها الانضباط أعطت النادي الكويت الحقية أن لاعب فهد الهاجري يلعب دوري بس ما يلعب كأس موقفينة، وهذا قرار وياهم حق نادي الكويت بكتاب رسمي. فلما راحت النقاط إلى النادي العربي حب فهد الغانم أخوي فهد الغانم ومسي عليه أنه يشجع جمهوره وشبابه أن النقاط الثلاث ما راح تروح من نادي الكويت، راح نحاول نجيبها بأي طريقة سواء محاكم ولا كذا، أو لا الحق يشتكي لا الحق يشتكي، لكن أنا شجع لاعبيني وشجع جمهوري أن نادي الكويت نادي الكويت كيان وقادر على أن يأخذ الدوري من غير ثلاث نقاط دي، وهذا تشجيع لهم. فواز، أول شيخ مبارك لك تخرج فواز، الله يبارك فيك، مشكور. الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والله يوفقه إن شاء الله ومنها الأعلى إن شاء الله. مشكور عزيز، ما قصرت. شوف بالنسبة لثلاث نقاط، أنا ما أدري اللي صار دون الكويتاوي ما شفته، بس أنا ما أعتقد، نفس أنا معك نفس الرأي، ما أعتقد كلمة تطلع من شخص مثل عز علي فهد الغانم كلمة جهل، حتى لو تطلع من كلمة جهل أعتقد هذه طالع من عفوية. والكويت أعتقد يمكن أنا مثل ما قال أخوي منصور أتوقع يأخذ دوري بدون ثلاث نقاط. نعم. قادر الكويت يأخذ دوري بدون ثلاث نقاط. أبو فهد. نروح أحمد. أوكي. إذا حضر الماء بطل التيمم. روح حقه. أنا بأمانة دزول الشباب في ديوان الكويتاوي دعوة لكن ما قدرت أروح يومتها، لكن أنا أعتقد والله العالم أن قد تكون هذه الكلمة لها تكملة. يعني نفس اللي بيقول في الآية القرآنية ولا تغلبوا الصلاة ويسكت ولاك معنا صح، اعتقد قد يكون يعني ما برر حق اخوي فهد الغانم الكلمة، لكن اعتقد لها تكملة، والتكملة هذه قد تكون جاهل بالقانون او قليل الخبرة في القانون، لكن يمكن كمفردة وقعها الاذن صعب جدا. ما يعني انا ما نزه بثنيان واقول ان الرجل هذا ما تطلع منه، يمكن طلعت منه الكلمه هذه بالغلط، يمكن قال الكلمه عن غير قصد عن غير عمد، او قد تكون نقلت عنه بطريقه يعني مغلوطه. يمكن في ناس تبي تسيء حق فهد الغانم او تبي يعني خلينا نقول تزغ وايرات بين فهد الغانم وفواز الحساوي، وانا اعتقد ان هم الاثنين اكبر من انهم ينزلون الى هذا المستوى من الحديث. اعتقد ان فيه سوء فهم في النقل، قد تحدث اخطاء في النقل دائما، يعني هذه انا كصحفي اقول لك دائما لما الكلام ينقل مو شرط انه ينقل حرفيا، ساعات احنا نعدل عليه، في ساعات ناس تفتقد الى سوء التقدير في النقل، فما اعتقد ان هالكلمه هذه طلعت، واذا طلعت فهي لها تكمله، فلازم نعرف شنو تكملتها. واعتقد الاخوان مصورين فيديو عزيز، شوف كلام احمد ان انت شلون تفهم الكلمه، الشخص الثاني يقراها وشلون يفهمها. نعم هو على حسب المتلقي. إيه بس تكلم تكلم عن مفرده كلمه بروحها، هذه كلمه جاهل عدل يعني ممكن هذه تاثر على الانسان اللي يسمعها. لكن انا اقول لك شغله واحده، قد يعني بثنيان ما يقصد فيها ما تطلع بالمعنى هذا، لان فواز الحساوي اخونا وعزيز وكبير على السوالف هذه، وحتى فهد الغانم يعني ما توصل منه ما تطلع نهائيا عزيز، من شخص مثل فهد الغاني ما تطلع منه ما تطلع مستحيل. ابو فهد، انا طبعا سمعت بعد ما قريت الخبر اللي بالتويتر، سمعت اللي نزل في حساب ديوان كويتاوي في اليوتيوب الندوه كامله تقريبا 56 دقيقه، سمعتها مرتين. سمعتها كلها؟ اي سمعتها كلها. ما اقدر اقول لك هل مقتطع الكلمه مو مقتطعه، ما اقدر اقولها، لكن اللي أقدر أقوله شيء واحد، بال 56 دقيقة اللي سمعتها ما كان في كلمة جاهل، لكن كان في مفردات أخرى مثل يهزؤون الكلام هذا. لكن في 56 دقيقة في شغلة واحدة هي اللي لفتت انتباهي، إذا ممكن أقرأها أبو سعيد. تفضل. فجر القانم، طبعا نقلا من جريدة القبس، وفجر القانم مفاجأة بأن اللجنة المؤقتة وقعت في خطأ فادح بأن شكلت لجنتي الانضباط والاستئناف، وهذا مخالف للائحة الاتحاد التي تنص على أن تشكيل اللجان من حق الجمعية العمومية فقط، صح، وليس من خلال دوانية اللجنة كما فعل رئيسه. الكلام هذا سليم قانونيا 100%. نعم. تشكيل لجنتي الاستئناف والانضباط عن طريق الجمعية العمومية. لكن أنا بسأل سؤال واحد بس لفهد الغانم، يعني إذا كان المتحدث طبعا مثال
إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل. إذا كانت لجنة الاستئناف والانضباط ما شكلت عن طريق جمعية عمومية وهذا خطأ فادح. ليش ما قلت اللجنة المؤقتة أصلاً مو مشكلة من الجمعية العمومية؟ نعم. اللجنة المؤقتة معينة من الحكومة. نعم. فطبيعي إنه إذا يعني منطقياً لو كانت الجمعية العمومية راح تختار أعضاء إدارة مجلس إدارة لا يمكن أن يصيرون ثلاثة من نادي الكويت. هذه لا يمكن تصير ولا ثلاثة من أي نادي بالكويت. فأنا استغرب أن فهد الغانم والمستشارين القانونيين تو للتو اكتشفوا أن والله لجنة استئناف والانضباط وضعهم غير قانوني. ما هو الاتحاد نفسه مجلس الإدارة نفسه غير قانوني. الشغلة الثانية وهي يعني لما تكلم ذاك اليوم في الحلقة وأكد لك عليها مرة ثانية، المادة 10 من لائحة الاستئناف الجديدة: قرارات اللجنة النهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة أخرى عدا القرارات الصادرة في النزاعات ذات الطبيعة الدولية، فيجوز الطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد. أنا قلت معلومة خطأ المرة اللي فاتت، قلت يجوز النظر في موضوع الثلاث نقاط أمام الكاس، طلع لا لا ما يجوز نهائيا، ما يجوز، القرار نهائي ونافذ. فأنا حبيت أصحح النقطة هذه. شغلة أخيرة بس أبو سعيد بعد إذن الإخوان، موضوع الثلاث نقاط أخذ أكبر من حجمه ووصلنا مرحلة سيئة جدا من الإساءات الشخصية. لما تكون الإساءة لفواز الحساوي بأنه شريك في مؤامرة، والدكتور عادل السيد بهبهاني أنه هو يبي يخرب الرياضة ومش عارف إيش، تخريب الرياضة معروف من منه، تخريب الرياضة معروف من منه، من الذي دعم حل مجلس منتخب شرعي وتعيين لجنة مؤقتة. وبعدين في شغلة يعني حيل غريبة، في عباس دشتي الأخ الفاضل عباس دشتي لما استضافوه بين الشوطين اتصل واحد من الأعضاء من اللجنة المعينة وقال له المجالس أمانات. طيب إذا المجالس أمانات شلون حديث الواتساب في جروب اللجنة المعينة مجلس الإدارة ينشر على الملأ؟ هذا عيب أصلا، خل شرعيا ما يجوز، ديمقراطيا ما يجوز، في شيء أهم مرجلة ما يجوز. شلون أنا بأمن أني أنا أتكلم ويا أعضاء لجنة أنا وياهم مجلس إدارة المفروض نتكلم حديث بالواتساب، أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك ونختلف في الرأي، لكن ينشر الحديث كله يوصل النادي الكويت؟ هذا عيب. وين قاعدين هم؟ قسما بالله يا يمكن كوريا الشمالية ما يسوون كذي يا رجل، عيب هذه أن حتى الحديث بالواتساب ينقل. انتوا تمثلون منه؟ هذه مو اول حادثه، كل هذا عيب. عيب احنا عندنا مشكله الرياضه مكشوفه. لا الرياضه لا مو لا. انا لما اقول لما يطلع فهد الغانم شنو الدليل عندك؟ فهد الغانم قالها بالندوه، قال فواز الحساوي ارسل رساله الناس معاه باللجنه، وقالها بين الشوطين وقالها في الندوه، قال ان فواز الحساوي قال استغيل اذا ما رجع الحق للنادي العربي ونادي السالميه. وهذا عيب اذا هو داز رساله واتساب بينه وبين ربعه بجروب، بينه وبين مجلس ادارته، بينه وبين الناس اللي وثق فيهم واللي الكل قال هذول اللي بيصلحون الرياضه، المسج يطلع، وين المجالس امانات؟ يوم طلع عباس دشتي صارت مجالس امانات وعيب عليك ومش عارف ايش. هذه مشكله نادي الكويت باختصار، مشكله نادي الكويت انهم يدعون المثاليه ونفس الاخطاء اللي ينتقدونها هم يرتكبونها. مو طعن في نادي الكويت، نادي الكويت من أفضل الأندية في آخر 15 سنة. ما تتكلم كرة قدم فقط، تتكلم عن كل العالم. لا تشمل النادي. مو النادي. بعض الأشخاص. أنا أقول لك شغلة. قد تطلع منهم. بس خلنا نكمل. أوكي صحيح، قد يكون هو عضو في مجلس إدارة نادي الكويت. قد يكون صاحب منصب في مجلس إدارة النادي. بس عشان أكمل عشان ما. نعم على كل. إيه نادي الكويت. نادي الكويت. نادي عظيم في آخر 15 سنة، طفرة رياضية مو طبيعية، ما حد يقدر ينكرها، مو بس بكل الألعاب، كل المراحل، تبي براعم، تبي فريق أول، تبي كرة يد، تبي ألعاب قوة، وين ما تكون نادي الكويت طفرة. والدليل على ذلك طلع أخذ كأس تفوق العام. صحيح، لكن لما يطلع شخص مثلا لو طلع مشجع كويتاوي وقال الكلام هذا أقول صح ما يمثل النادي، لكن لما يطلع أمين الصندوق ويقول والله أنا وصل لي المسج هذا وقال الرئيس كذي ودز رسالة كذي بهالنص، هذه عيب، هذه معناته أن واحد دازها لك. نعم. وإذا تعتقد أن أنت بس الوحيد توصل لك المعلومات، لا خطأ، أنا أقدر أقول لك معلومة،
في واحد من اعضاء اللجنه المؤقته اللي يمثل نادي الكويت ولعب بنادي الكويت قال في اجتماع مجلس اداره لما جم ياخذون القرار قال احنا تضررنا. زين احنا تعود لمنه؟ تعود لنادي الكويت. هذا ما يصير. انت تمثل نادي الكويت ولا تمثل الكره الكويتيه؟ نعم. هني المشكله ابو سعيد والاخوان. ما يصير انا اختار عضو مجلس اداره امثل نادي على عيني وعلى راسي ولعبت فيه ودربت فيه وصرت اداري فيه والناس ما عرفتني الا من خلال نادي. لكن عيب ان انا امثل نادي واخذ حق مو حقي. فواز الحساوي انا انتقدته وانا مو راضي عن تعيين فواز الحساوي ولا لجنته. انا مؤمن بالديمقراطيه، جمعيه عموميه شنو تختار؟ نعم. انا اسوي مثله. وبنرجع لشغله مهمه يا اخي، ليش ما نصير مثل غسان النصف؟ غسان النصف في منتصف التسعينات قال يا جماعه تعالوا لازم كل الانديه تدخل، خلينا نحط معايير معينه، نقطه للاعب، نقطتين للجامعي. اسمح لي، ليش ما سووا مثل غسان؟ ليش تحط لي قانون عشان تسوي هالشيء هذا؟ هذا تخريب للرياضه. احنا يسعدنا يكون معنا على الطرف الاخر من الهاتف السيد عادل سيد بهبهاني رئيس لجنه الاستئناف. دكتور انا اصبح عليك بالخير، ويعني كان ودي ان اخذك في مداخله يعني في وضع افضل من كذي، لكن ما هو تعليقك صراحة على يعني الانتقادات القوية جدا لوجهة لجنة الاستئناف ووجهة شخصك الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا شخصيا يعني ما يعني أهتم كثيرا فيما قيل لشخصي، إنما أنا يهمني المشاهد الكريم ويهمني القوانين الرياضية ويهمني الوضع الرياضي وشلون نرفع الإيقاف الرياضي وشلون لازم نمشي صح وفقا للقوانين الرياضية. أنا الحقيقة جاءنا كتاب رد اللجنة من قبل نادي الكويت، تمام؟ فأنا طبعا لما شفته لقيت أنه هي برد اللجنة كلها لبعض التغريدات اللي أنا يعني كتبتها في تويتر. فأنا قلت بالنسبة لي ما عندي مشكلة إذا كان المقصود أنا فقط، ممكن ان انا اتنحى ويكملون اللي معاي يحكمون بالقضيه. لكن القضيه صارت انه هو حتى الاربع اعضاء اللي وياي اعتبرهم تابعين والغى شخصياتهم وعقولهم وارائهم واختصرها في هذا الموضوع. فالواحد هني ما لازم يستخدم المروءه، هني لازم يستخدم القانونيه. هو لجا الى الماده 102 من قانون المرافعات. أنا في نفس الوقت لجأت إلى نفس القانون اللي هو لجأ له، رغم أنه هو لجأ إلى القانون بطريقة خاطئة. المفروض ما يكون قانون مرافعات، المفروض يروح إلى اللوائح الدولية الفيفا والأسيوي، لكنه راح إلى قانون المرافعات. فأنا قلت له خلاص قانون المرافعات يمشي معك قانون المرافعات وكل رحابة صدر، مو عيب أن الواحد يتنحى لأن في يعني شبهة أن أنا تكلمت بالقضية سابقا، ما فيها أبدا أي عيب، بالعكس كان واحد ممكن يتنحى. لكن هو حطنا مثل ما تقول في خانة اليد، يعني اللجنة كلها لازم تروح وتدور لك لجنة أخرى. ولما نيت لقيت أيضا من ناحية قانونية قلت يعني ما يجوز، يعني حرام الواحد يخالف القانون علشان مروءة يطلعها أنه هو يوخر عن اللجنة. لقيت أنه هو أول شيء ليس خصم في الدعوة، ثاني شيء ما دفعوا الرسوم عن الرسوم الكفاله عن رد اللجنه. هذا بقانون المرافعات وفق الماده 106 يقول لك يجوز للخصم انه هو يرد اللجنه اذا دفع مبلغ قدره 100 دينار عن كل عضو. احنا خمسه اعضاء طالب ردنا، عرفت شلون؟ فبالتالي المفروض كان يدفع 500 دينار قبل لا نفتح اول ورقه في الكتاب رد اللجنه، يعني ما نستطيع ان نفتح فيها ورقه واحده إذا ما يكون في الكفالة مدفوعة. ثاني شيء نادي الكويت مو خصم في القضية بين النادي العربي مع لجنة الانضباط. يعني هو كان المفروض إذا كان يريد يتدخل كان ممكن يتدخل بأول درجة أو أي بالاستئناف يتدخل، لكنه لا تدخل بالاستئناف ولا هو خصم في الدعوة ولا تدخل بأول درجة. كيف أنا كلجنة استئناف أقبل منه الكتاب، وخصوصا أن الكتاب موجه لرئيس لجنة الاستئناف؟ زين وصلني انا باللجنه وعندي ملف الاستئناف كامل موجود امامي، فلازم ان انا يعني خلاص احكم بالمساله لان جاهزه. الاخوان طبعا طلبوا مني ان ممكن يعني نجتمع مع مجلس الاداره وكذا، انا تجاوزت معهم، كان المفروض يكون اجتماع يوم الخميس. يوم الخميس قالوا مسافرين وكذا بيودونا يوم السبت، قلت لا ما يصير، انا بروحنا بكرامه عاديه على الاتحاد، فدفاعا عن الاتحاد، دفاعا عن اللجان. تعجلت فعلا بالقرار لانه واضح من ناحيه موضوعيه
حتى الياهل يقدر يحكم فيه اذا بنيقوا الماده 99. وانت تتفق معي يا اخوي عبد العزيز وانت دريت الماده بنفسك ماده 99 ان جميع مسابقات سن الغانم واحده واحده 99 99. ولذلك ولذلك احنا تصدينا للموضوع. طبعا ياتني كتب من 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 الاتحاد, ياتني كتب من اللجنه الاولمبيه الدوليه, العين والراس لهم, لكن احنا هيئه قضائيه مستقله المفروض لا تتلقى اوامر من الخارج. طالما ان الملف الاستئناف وصل الى اللجنه وصار بحوزتنا فاحنا امناء عليه. طيب نحكم بالقضيه سيد. بحكم وجدان. دكتور خطأ. انت قريت اليوم تصريح السيد خالد الغانم فهد الغانم عفوا؟ مع الاسف اي قريت مع الاسف. وقريت ان في يعني مؤامره واضحه واتفاق سري بينك وبين ابو عبد العزيز وان تلاعب على القانون والتفاف على القانون ويخجل على نفسه. نعم ردك على كل هالمفردات دكتور. انا ردي على هذه المفردات فضلا عن ان هي مخالفات تقع وفقا لنصوص ماده لائحه الانضباط, الا انها ايضا ترقى الى مستوى الشبهات الجنائيه. انا الان الحقيقه يعني عندي قدوات امامي صارت في المجتمع ان مهما تعرضوا لشخص كذا ما المفروض ان احنا بنام ماسك منصب لا تخلي الامور الشخصيه تدخل فيها وتنازل عن كل شيء. وهو انا مسامحه والله يهديه وكل اللي قاله كله مغالطات مغالطات. انا ما عرفت فواز الحساوي وكلمته الا بعد القضيه هذه امام مجلس الاداره, ولا لي معرفه فيه نهائيا. توني اتشرف فيه وهو من خيره الناس, وفعلا الاتحاد كله بكبره احنا نمد ايدنا وياهم وقايل لهم انا شخصيا نساعدكم ونعينكم ليل نهار, لان انتوا يعني اول شيء رغبه صاحب السمو وبدنا فعلا نمشي بالاتحاد. وبالتالي قد ما نقدر ما نبي احنا نصعد الامور ابدا نهائيا, ومسامحين اللي يسبنا واللي يشتمنا. انا معطيه الضوء الاخضر اي واحد دام انا بهالمنصب خليه يشتم مثل ما يبي, شخصيا ما لي شغل فيه. لكن اللجنه لها حق يا اخي. اللجنه اليوم اول شيء الكتاب اهانهم, كتاب نادي الكويت اهان اللجنه اللي معاي الاربعه, الغى ارائهم, الغى شخصياتهم, الغى عقولهم. انت تبي تطلعني انا, طلعني انا, ايش حق تطلع الباجين, ايش حق تقول الباجين يتبعونك؟ مو عدل هالكلام هذا, هذا في مساس ادبي بالشخص. انت تخيل انت يا عبد العزيز موجود وزوجتك قاعده يمك ويقولوا لك انت ترى لا تعيش ولا تعيش ولا شيء, تقول لك خلاص عيل انتبر بالبيت او روح جيب اغراض الجمعيه لا تروح الاتحاد. بس الكلمة للدكتور. نعم دكتور. اخونا عبد الله الشلاحي حاب يدخل معك في مداخله. دكتور ونعم ونعم حالك دكتور. صبحك الله بالخير. الله بالخير يعني. دكتور انا اشكرك على موقفك, ما هو مستغرب عليك طبعا. ولا اصلا وعيب ان نقول لك شكرا لان انت اتخذت موقف الحق واعدت للرياضه نوع من الحياديه اللي كانت فقدت في الملف هذا. فأنا حبيت أشكرك أنت والإخوان الأربعة اللي وياك, وأتمنى أنك ما تهتم بالحملة الإعلامية هذه لأنها لن تؤثر عليك ولا على الإخوان وياك في لجنة استئناف. ونثق فيك ثقة عمياء إن شاء الله. حتى فهد الغانم يمون. ماكو مشكلة, إحنا مو ما نبي نصيد الأخطاء, أهم شيء أنكم أعدتم الحق للزعيم العرباوي, هذا اهم شيء. وان شاء الله السالميه بالطريق يعني ان شاء الله باذن الله راح نكون مع الحد دائما وابدا, سواء كان العربي ولا الساميه ولا الكويت ولا الفرنسيه ولا اي ناس. راح لازم احنا نراعي ضميرنا في كل خطوه نخطوها. هذه ثقه فيك دكتور. ايضا هم يطعنون كان بشرعيتنا, اليوم وصلنا استئناف من نادي الكويت وهو يطعن باعضاء اللجنه, وصلنا استئناف منهم. والحقيقه هني بس ابي اوضح نقطه اللي هي شرعيه اللجنة. الحقيقة شوف, هو في عندك النظام الأساسي اللي هو المفروض يكون القانون الأول للاتحاد اللي ينظم المسائل كلها, هو النظام الأساسي. لما تشوف النظام الأساسي للاتحاد الحالي المعمول فيه حاليا, مو اللي نشر في 21 نوفمبر والجريدة الرسمية ويبي له 45 يوم على ما يتم العمل به, لا خلينا بالحالي اللي هو 6/7/2013. هذا النظام الأساسي المعمول فيه حاليا. اقرأ المادة 34 فقرة دال. سلطات مجلس الإدارة يعين رئيس ونائب رئيس الهيئات القضائية مجلس الإدارة. الآن اللائحة اللي قريتها
اخوي العزيز، هي تتكلم على لائحه الاستئناف او الانضباط، يتم ترشيحهم من مجلس الاداره ويعينون من قبل الجمعيه العموميه. هذه اللائحه متضاربه مع النظام الاساسي، اللائحه هذه داخليه. الان تقول لي انا رايك شنو، انا اقول لك علشان تضمن استقلاليه الهيئات القضائيه المفروض ان النظام الاساسي هو اللي يتعدل وفقا للائحه، مو اللائحه تتعدل وفقا للنظام الاساسي. بس حاليا الذي يسمو على اللائحه هو النظام الاساسي. الشرعيه تنبثق من النظام الاساسي وليس من اللائحه. اوكي. لكن اذا بيسوون جمعيه عموميه غير عاديه يعدلون فيها النظام الاساسي، يخلونها نفس اللائحه. يكون افضل استقلاليه حتى احنا نضمن ان ما نتبع مجلس الاداره، واذا ما تبعت مجلس الاداره معنى ذلك ان احنا ممكن نشيلك. طيب. ما نصير تحت رحمه مجلس الاداره. دكتور اخيرا. تماشى مع القوانين الدوليه هو هذا النظام. دكتور اخيرا بس يعني حسب المعلومه اللي وصلتني ان الاخ فواز الحساوي بحيل تصريحات الاخ فهد الغانم الى لجنه الانضباط، هل بالفعل هذا الموضوع بالنسبه لك ايضا موجود؟ انا شخصيا اليوم قعدت وياهم قلت لهم المفروض في كتاب يرفع على يعني الاخطاء التي تمت بالنسبه للجنه عندنا. انا اللي يعنيني لجنتي ويعنيني اعضائي، انا شخصيا بيد موقفي، ما يهمني ابدا مثل ما يقولون يا جبل ما يهز ريح. وبعدين انا كنت لاعب كره، يعني كليت سب وشتم على المدرجات لين قبل، فمحصن من هذه الناحيه. اللي ضايقني اذا انا ما طبقت القانون تطبيق سليم، اللي ضايقني اذا انا حسيت نفسي اني خربت دمه، هذا اللي ضايقني. طيب. هذا اللي يتعبني، غير هذا ما يتعبني شيء. اوكي، اخونا عبد الحميد. الاخطر موجود للكل، يسب ويشتم ما راح ارفع على دعاوي ولا شيء. اوكي. دكتور عادل سيد بابهاني رئيس لجنة الاستئناف، شاكرين لك دكتور ان اعطيتنا من وقتك، ونتمنى لكم التوفيق مره اخرى ان شاء الله. واتمنى الناس تبدا تنتبه للمستوى للكره ان شاء الله. الجمهور يعني ينتبه مشاكل القضاء ومشتكين على بعض وكذا، خلينا نشوف مستوى حلو ان شاء الله. سموحه دكتور انا نسيت اسالك موضوع السالميه ايش صار عليه يوم الاثنين؟ موضوع الثانيه سبع ساعة هذا موضوع مهم الحقيقه، لان ما صار له 8 يوم. لا معلش، موضوع من ساعه الاستلام احنا الحين في عندنا يعني ناس ندرس موضوع الساعات، هذا مهم جدا لان اللائحه تكلمت على الساعات. انا وجهه نظري اليوم اللي الاعضاء قالوا نبي ندرس الموضوع اكثر، انا وجهه نظري الشخصيه يا جماعه خلينا ناخذها بالعقل والمنطق. اليوم انت تتكلم على نظام الساعات، يعني المفروض ان اي نادي لازم حتى الدقيقه تحافظ عليها والثانيه تحافظ عليها. فاذا اذا تبي تحسب 72 ساعه من السلمة ونادي السالميه الرد من قبل لجنه المسابقات برفض الاحتجاج وراحوا للشكوى المفروض 72 ساعه، تبدا من الساعه 1:30 يوم الاثنين. المفروض ان تعد 72 ساعه عدا كاملا بحيث ان النادي لا يفقد ساعة واحدة منهم ما يستطيع فيها ان يقدم الرسوم ويودع الطعن. ففي اي لحظة هو لا يستطيع ان يقدم الطعن مع الرسوم لا المفروض ما تنعد. فاللي صار ان هم قاعد يعدون 24 ساعة و24 ساعة و24 ساعة ودخلوا الساعات بالايام ووصلوا ل 1:30 يوم الاحد وقالوا خلاص هني انتهت 72 ساعة. فنادي السالمية قدمها الساعة 8:30 بالليل، فإذا يعتبر طاف الميعاد. أنا وجهة نظري الشخصية أقول أي نادي طالما أنه هو ما يقدر في عدد الساعات اللي حسبتوها عليه أنه يدفع رسوم الدعوة رسوم الشكوى فالمفروض ما تنحسب عليه الساعات، لأن هذا النظام يبيده من الفيفا. الفيفا فيه سيستم كامل، كمبيوترات، موظفين يشتغلون 24 ساعة. هذا ما يقدر نادي السالمية أنت حاسب عليه مثلا يوم الأحد من الساعة 12:30 الليل 12 و1 و2 و3 و4 و5 حسبتهم ليه؟ زين لو هو بيروح الاتحاد يلاقي الاتحاد متسكر، اذا تبي تحسب له احسب له من الساعه 9 اللي يكون سكرتير على الاقل موجود عشان يدفع الرسوم. طيب فانت لما يعني ساعات الامر الرسميه هو ما يقدر انه هو يدفع الرسوم، شلون تحسب عليه الساعه هذه؟ طيب يعني في عدد ساعات راحت من النادي او من الانديه كلها يعني زبده الكلام شنو دكتور؟ هو قاهره تمنع انه هو يقدم الطعن. زبده الكلام شنو دكتور؟ احتجاجهم الكلام ان انا مبدئيا
انا مبدئيا وجهه نظري واضحه في هذا الموضوع من زمان قلتها ان 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 المفروض نادي السالميه يظل اداك موجود، لكن يعني قدم طعنه بالوقت الصحيح، لكن الامر راجع للجنه ايضا. طيب. انا معي لجنه وهذا دلاله على ان هم يشاركونا ايضا بالعقل والراي، فهم طبعا ايضا راح يشوفون الموضوع. طيب. انما انا راح يكون المحك عندي الاساسي ان يجيني اجابه رسميه من الاتحاد، رسميه من الاتحاد، ان ممكن للنادي ان يبعث الطعن بالفاز مرفقا معه ترانسفير تحويل بالمبلغ. اذا ما في هالسيستم موجود لا يمكن احسب له انا من نص الليل للصبح قبل الدوام، ما راح احسب الساعات هذه. أوه. لان هذه رايحه عليه ما يقدر يدفع الرسوم يا اخي. أوه. شلون يحسبون عليه؟ شكرا لك دكتور عادل سيد باباني. عفوا بس قطع. اقول ان شاء الله يعني قابل الموضوع للمناقشه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك دكتور عادل سيد مره اخرى رئيس لجنه السناف. بارك الله فيك. وخل نريح فاصل وبعد ذلك حياكم الله ويانا. عدنا لكم من جديد. شنو قول له بالتلفزيون يبين ما يطلع ملوتنا صح كلام خلينا نغير كلامه. شنو شنو اخذ هذا عطى عربي لا ما يصير تعتري لي هذا عطى بدل ما اخذ العربي. شنو خليه ما شلون تبين بالتلفزيون سفير هذا انت تبين انت تبين على هذا الكاميرا. خل انا اول نقطه انا ذكرت اخوي عبد الله الجيران كنت مفكر انه هو الاخ عبد الله نفسه اللي في عضو في لجنه التسويق في اللجنه الانتقاليه ووكيل ماركت ماكرون في الكويت، لكن طلع ولد عمه. فانا اعتذر من اخوي عبد الله من الاثنين وارجو منهم المعذره. وايضا الحساب يمكن الاخوان عرضوه بالخطا، اتمنى مخرجنا الان يعرض الحساب الصحيح حتى لا يزعل علينا لا عبد الله ولا اخوي بشار. واحنا نشوف ال هذا هو حسابهم في انستغرام، ان شاء الله يكون صحيح الان يا اخوي بشار. خلينا نروح حق تقريرنا الخاص مباراه الكويت والجاره اللي انتهت باربع اهداف مقابل هدفين بانطلاقه الجوله التاسعه من دوري فيفا. نشوف التقرير وبعد ذلك نعود. انطلقت مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة لدوري فيفا بيومها الأول بمواجهة الكويت والجهرة، والتي احتضنها أستاذ محمد الحمد بنادي القادسية. الأبيض الكويتاوي فرض سيطرته بالشوط الأول أداء ونتيجة، خرج بالحصة الأولى متقدما بهدفين، افتتح فيها جمعة سعيد الهدف الأول بالدقيقة 33 بعد أن رفع كرة جانبية ارتطمت بمدافع الجهراء تغير اتجاهها إلى داخل الشباك، وأضاف عبد الهادي خميس الهدف الثاني بالدقيقة 36. الشوط الثاني واصل الكويت على تألقه وسيطرة الكاملة على مجريات المباراة، سجل هدف مبكر ببداية الشوط بذكاء من جمعة سعيد بعد أن استقل خطأ المدافع الجهراوي بإعادة الكرة للحارس عمار البلوشي، خطفها سعيد واضعا الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الثالث للكويت، وعزز المتقدم عادل الرحيلي الهدف الرابع للعميد في الدقيقة 15 من كرة أرسل له عبدالله البريتشي، والجهراء يفتتح تسجيله بالهدف الأول عن طريق المحترف سكوتش بالدقيقة 20، وقلص فيصل زايد النتيجة بعد أن سجل الهدف الثاني بضربة جزاء احتسبت له بالدقيقة 36. أبناء الجهراء انتفضوا وزادت معنوياتهم بمجرات خصمهم، الأبيض الكويتاوي ضمن الفوز والنتيجة بالدقائق الأخيرة للمواجهة، ويعلن خطفه للثلاثة نقاط التي جعلته بالمركز الأول مع القادسية مؤقتاً ب19 نقطة. الحمد لله على كل حال، مبروك الكويت، هارد لك نادي الجهرة. أنت قلت لي في بداية المباراة ما كانوا الربع المستوى المطلوب، ولكن أنا أشكرهم. يمكن النقطة الإيجابية من مباراة اليوم أن كدنا نعود، يعني لو في يعني شوية وقت زيادة صدقني ليش المباراة راح تغير على فريق كبير مثل نادي الكويت.
فريق مرشح، فريق بطل، فريق منظم، فريق محترم داخل الملعب. الشوط الأول ما كنا بالمستوى المطلوب، الجيم الثاني حاولنا وعدلنا وبدل المدرب الأمانة، تغيرت أمور بالمباراة، كدنا أن نعود، ولكن هذه كرة القدم، ضيعنا فرص واللي يستغل الفرص يكسب، ونادي الكويت استغل الفرص وكسب المباراة. مباراتنا بعد 3 أيام تقريبا ضد نادي النصر، ضد نادي كاظمة، مباراة مهمة جدا في الدوري. نادي كاظمة من الفرق المتصدرة للدوري والمنافسة، فالشيء الطبيعي انك انت تفكر في المباريات القادمة، فلازم تخفف مجهود كثر ما تقدر، وهذا اللي صار في المباراة. لكن هذا الشيء أثر علينا سلبيا في داخل المباراة، وتسجل علينا هدفين. يمكن حتى الهدفين كان في خطأ فردي يعني بالهدف الثاني، لكن الحمد لله رب العالمين. المهم من المباراة أن نطلع بالثلاث نقاط، وهذا الشيء اللي حققناه في المباراة الحمد لله. شكرا اخوي مشعل الديحاني، مبروك بفواز، فوز الكويت. الله يبارك فيك. من وجهة نظرك فوز سهل؟ لا، شوف فراس خطيب تو قال يعني نفوز باقل مجهود، لان عندهم لعبه يوم الثلاثاء مع كاظمه. كاظمه اذا فاز باكر يكون بالصداره معاهم 19 نقطه، عدل 19 نقطة. لعبه مهمه الاسبوع الجاي. الكويت اليوم اول شيء طبعا مبارك حق الكويت ومبارك لصداره الدوري. طبعا الكويت اليوم ليه نص الجيم الاولي متسيد المباراه، طبعا لاعبين جهر صغار بالسن يعني ثامع نادي عارف الكويت من عنده لعبه قبل الاسبوع لعب معاهم بالكاس، شاب الكويت عادي، بس لاعبين الجهر صغار ما جرون لاعبين الكويت اللي مستواهم عالي فنيا ويلعبون حق الفوز باقل مجهود حق المباراه كاظمه. بس الكويت اليوم من تعور طهار الجازع، تعور حسين حربي وتبديل هذا خميس قال مستوى الفني نزل شوية، بس حط 4 جوال. نعم. أبو وبدر. والله بالنسبة حق نادي الكويت يعني من تقرأ المباراة من البداية أن نادي الكويت داش لبطولة، يعني يختلف عن الأندية اللي نقاطها قليلة، يعني مثل الجهرة بدايته كانت متعترة بداية الجهرة بالدوري، ولكن نادي الكويت بدايته أقوى، ولو تعثر نادي الكويت يصحى ويكمل، لكن الجهرة يحتاج إلى وقت طويل. لاعبينه صدق فعلا ثامر عناد يعني حتى وليفة صغير عنده لاعبين بس صغار السن وما يملكوا الخبرة مثل نادي الكويت. نادي الكويت من انتقلها كل الخبرة ويدري أنه عنده مثل ما تفضل فواز أنه عنده مباراة مهمة مع الكويت مع كاظمة، قلل الرتم على اساس انه لا يعطي الاصابات، خوفه من الاصابات او احتكاكات وما اعرف ايش، ولا يجيب نتيجه اكثر بعد نادي الكويت. غياب ترى في غياب عزيز حسين حاكم، فهد العنزي، يعني اثرون بالفريق كان الفريق. وشغله ثانيه الجهره يعني شوف يعني عندهم نص طرف يمين وايد زين صغير، بس مقابل من الباك اليسار فهد عوض بخبرته، يعني عارف شلون يوقف حق اللاعب نفسه، هذا ساعد الفريق، ساعد فهد عوض انه يحد من خطورته. والجهره عندهم باك يسار شويه صغير بالسن، ولعبوا الكويت لعبوا وصوب عليه الاهداف الاول ثاني من جهه اليسار نفسه الباك اليسار. حتى بعد فيصل زايد لاعبهم اللي قدام بذل مجهود كبير بالمباراه، لو في عنده واحد مساعد له، مساند له كان شكل خطوره كامله على الكويت. كابتن احمد، أنا أشوف النقاط السلبية أول شيء خلينا نتكلم فيها اللي هي الإصابات اللاعبين اللي تعرضوا لها في هذه المباراة، يعني كانت مؤثرة جدا على فريق نادي الكويت. أعتقد أن هذه راح تسبب لهم مشكلة وربكة فيما بعد يعني في المباريات القادمة. أتمنى أن يعني نشوف اليوم اللعب النظيف، احنا نفتقد هذه الأمور في المباريات خلال الفترة الماضية، يعني نشوف في خشونة مفرطة، قاعد يعني نشوف في شايف خشونة متعمدة كانت في لاعبين الجهة. لا مو يعني كلهم، مو كلهم في بعضهم. انزين، هذه نقطة. النقطة الثانية السلبية أن أيضا عندك أرضيات الملاعب سيئة، يمكن اليوم أرضية ملعب محمد الحمد زينة في القادسية، بس كانت قبل كم يوم مباريات اللي قيمت على خيطان كانت كارثة. في حفرة في وفي نقطة أيضا سلبية أنا سمعت عنها في الهيئة بلقوني فيها، أن الاستادات أو الملاعب الأندية يوم قعدوا يغيرون في الأرضيات اكتشفوا أن في أنقاض تحت الأرضيات، الدفان بدأ ما تدفن التربة الصالحة للزراعة حاطين انقاض البنيان على اساس ان التكلفه تكون اقل، فهذه كانت مشكله تسببها على اللاعبين في اصاباتهم في الملاعب. طبعا تصير الارضيه يابسه. نعم،
هذه نقطة سلبية. اليوم لما نشوف الإصابات هذه قاعد تأثر في نادي الكويت حق إنه يكمل مستواه يعني فيما بعد. اللي نتمنى إنه ما تكون في خشونة، نتمنى إن اللاعبين يعني يتعلمون ثقافة الندية في الملعب، بعيد عن التعصب، بعيد عن الشد اللي ما له داعي. اليوم هذا اللاعب هو زميلك بالنهاية، إذا عورته أو صار له شيء لا قدر الله هذا أنت قاعد تأثر على أخوك في الملعب. فهذه النقطة السلبية اللي أنا أتمنى إنها تتلافى فعلًا. مفيد. أنا بتكلم شوي عن الجهرة. الجهرة بدأ المباراة بطريقة 4-1-4-1، ويمكن أكدول الأخوان وكابتن عبد الحميد مدرب، لما تكون الفريق اللي داخل المباراة وأقل حظوظ بالفوز، لما يصير خطأ دفاعي أو خطأين ثلاث دقائق جولين الفريق يضيع، وانت بين الشوطين تبي تصحيهم جاك خطأ أيضا بأول دقيقة الشوط الثاني. فالمباراة الكويت ما نقدر نقول انه ما فاز، لا الكويت فاز ولعب وقدم مباراه جميله واخذ 3 نقاط بقل مجهود، لكن اللي نشوفه ان الجهره هو اللي هزم الجهره. الاخطاء الدفاعيه هذه هي اللي قتلت لاعبين الجهره، خصوصا ان الفريق الاقل حظوظ ويدوب ممكن يوصل للتعادل او يبي 1-0. فثامر عناد بدا المباراه بطريقه 4-1-4-1، كانت الخطه ماشيه صح لين الدقيقه 33 جاء الجول الاول من خطا دفاعي، الجول الثاني دقيقة 36 هم خطأ دفاعي، بداية الشوط الثاني هدف ثالث من خطأ دفاعي. طبعا هذا ما يقلل من دور الكويت، لا الكويت هو لولا الضغط والسيطرة ما تصير الأخطاء الدفاعية. فحاول كابتن ثامر عناد يعدل، فعدل بطريقة 3-5-2، دفاعية تصير 5-4-1، هجومية 3-4-3، وتمكن منه يعود للمباراة تسجيل هدفين، لكن ما أسعف الوقت أنه يرجع للمباراة. واستغلال عامل مهم هو خروج طلال جازر للإصابة، نتمنى له الشفاء العاجل، وخروج أيضا عبد الهادي الخميس بغرض إراحة المباراة كاظمة، خصوصا المباراة كاظمة مع كاظمة راح يلعبون في استاد جابر. استاد جابر نوعا ما أكبر شوي، يحتاج مساحات أكثر. كاظمة من الفرق اللي أفضل في التنظيم الدفاعي من الجهرة، اللاعبين صغار العمر ما عندهم الخبرة الكافية، المحترفين مو على مستوى المأمول اللي ممكن يشيلون اللاعبين ويعطونهم خبرة إضافية، لكن ما يقدم الجهرة خصوصا في مباراة اليوم كان أفضل بشكل كبير من مباراتهم بالكاس. وضح أنه شوي كانوا داخلين خايفين من نتيجة الكاس، لكن بدأوا مع الوقت مشت يعني أول 10 دقائق مشوا حسوا بثقة، بدأوا يلعبون، جاء الخطأين في 3 دقائق اطلعوا من جو المباراة. لما رجعوا جو المباراة احتاجوا وقت طويل عشان يرجعوا. أنا بفايد هني ثامر عناد مدرب صراحة غير اللي غير اليوم لعب طريقة 3-5-2 هذه يلعبونها عادة للفوز، ما هذه فتح ملعب فيها. ايه اكيد. لكن الإصابات اللي صارت حق نادي الكويت وخروج اللاعبين عطت ثامر عناد ما أعتقد يسويها بأنه يلعب بالطريقة. لو كانوا كاملين ما يلعبوا بالطريقة. يا عزيز ما كلام بدر صح، بس لو موجودين طلال وهذا ما يلعبوا ما يفتح. اسمحوا لي اخوان، بما انكم ذكرت او ذكرت فهد العنيزي، اليوم في خبر انتشر من حساب اسمه كورا وورد، اعتقد اهم معروف يعرفون يمكن الرياضيين واللي يتابعون كرة القدم، ان فهد العنيزي انقطع عن تدريبات نادي الكويت لخلافات مادية ورفض من ادارة النادي الانتقال محليا او خارجيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بحكم قربك من نادي الكويت، هل هذا الكلام صحيح؟ مو صحيح. مو صحيح. ما أعتقد فادي وخر على الفريق بسبب أنت مادة. لا. أنت تشوفه بالنادي؟ أشوفه بالنادي. تشوفه بالنادي. وأمس شايفه. وأمس شايف. يعني غير صحيح الكلام. ما أدري، بس أقول أنت قد شفته، قد شفته. يمكن انقطع التدريبات لحكم إنه في. بس ما أعتقد كلام صحيح. أحمد، بما أنك إعلامي أكيد. داولته كإعلاميين. شوف سمعت في الخبر لكن ما في أي شيء رسمي عنه. فهد حتى بسنابه قاعد يحط صوره في النادي، صوره حتى يوم حسموا لجنة الانضباط أو 3 نقاط حق الكويت كان حاطه فرحان والأمور طيبة وما عندهم أي مشكلة، خاصة الأمور المادية أنا استبعدها عن نادي الكويت. لو نادي ثاني يقولك معقولة، لكن نادي الكويت صعبة شوي. بس عزيز أنا بقول شاء الله نادي الكويت، الحين نادي الكويت عنده لاعبين فهد وغير فهد، عنده لاعبين من دكة الاحتياط، ممكن المدرب ما يدري من يبدل. يعني شوف اليوم حسين حربي ما شاء الله جاهز مكان فهد، عندك اخوازي جاهز مكان شريده، عنده لاعبين عنده بدعاء، عنده خط ثاني 19 اللي ماسكه بالبنش، عنده عزيز لاعبين مميزين. يعني احنا خلاص المدرب عنده خيارات. طيب يعني ما حتى اعتقد اللي مو موجود او مصاب عنده بداله واحد.
ما راح معلومه عن فهد؟ يعني ما راح اتكلم عن فهد، بس بما ان جبنا سيره فهد في موضوع من زمان حازب قلبي ودي اقوله اذا سمحتوا الاخوان. ما يحدث الان في الرياضه الكويتيه ترى حوبه شخص واحد، محمد راشد. ارجو ان يتم انصافه اللي قاعد يصير. محمد راشد مدافع الغطسية اللي قاعد يصير، اتمنى من الحكومه ان تصحح الخطا اللي صار، وهذه رساله مني انا شخصيه، لان هذا الكلام يحز بخاطري حيل، ودي اني اقوله، ودي اقوله مو عشان اتكسب او الجمهور يقول لي والله بطل وهذا، لا ما يهمني. هذا الحق ويجب ان يتبعونه ويصححون الخطا اللي صار، وان شاء الله باذن الله الحكومه في اقرب وقت تصحح الخطا هذا وتعطي محمد راشد حقه باذن واحد احد بس. لكن كابتن فهد العنزي ما اعتقد انه يزعل من نادي الكويت عشان مبالغ ماديه، يعني مو نادي الكويت اللي يصير عنده صحيح. ازمه ماليه، يعني الله يزيدهم ان شاء الله ويغنيهم، لكن مو هو النادي اللي يصير عنده ازمه. يعني اذا نادي الكويت يزعل لاعب عشان فلوس اجل نادي النصر شو يسوي؟ بسعود لاعبينه قبل يلعبون بلاش ولا زعلوا قبل كاهم بلاش يلعبون بعدين بالعشرة قبل لا كان فواز موجود، يعني لاعبين الناشئين عندهم ما شاء الله قاعد ياخذون مكافآت مجزيه، ياخذون مكافآت يعني يبقى. بس الغريب ان نادي الكويت ما صرح ابو فواز، يعني ما العاده اي خبر ينتشر حول نادي الكويت لان الخبر مو صحيح، يعني ما له خبر ولا فيش، لو شاكلنا صحيح كان نتكلم، مو صحيح. حتى لو نفوه ممكن يعتبر صحيح، لو نفوه ممكن يكون صحيح لانه مو خبر طلع بجريده، طلع بحساب بتويتر، فممكن يقول لك لا لو نفيته كني اعطيته المصداقيه، كني اقول يعني بيقول لك ما في دخان من غير نار. انا ما واحد استبعد نادي الكويت، لا ما يحوس يصير في مشكله ماليه، لا تحاتي ما خل اوريكم لقطه ايضا في مباراه الكويت والجهره تبين يعني دخول بعض لاعبين الجهره مثل ثلاث اللاعب معترف طق ثلاثه، هو في لقطة لأن فهد وحربي وجازع طلع فواز اللي حيرتنا أن الحكم ضيف الله الفضلي ما أعطاه شيء، يعني مالت حربي إيه مالت حربي يمكن ما شاء في لقطة. أنا شوف أنا أتوقع، أنا شوف عزيز أنا أتوقع ثامر عناد، نعم أتوقع مو ثامر، كل مدرب كلمه بشوطين ثاني الجيم تغير اللاعب. ممكن إيه لأن أقصد هاللقطة، يعني كان مفترض ضيف الله الفضلي يعطيه شيء ما أعطاه، يعني مجرد يعني مجرد تنبيه. أنا شوف عزيز حسين حربي طارق جازع طلعوا مصابين متعورين هذه طارق جازع الحين ما ادري شنو مشكلة كبيرة عادة بسعود قبل ترى الحكام شوف اللقطة شوف شلون شوته شوف اوف يعني الغريب انه الحكم كان قريب معه هذا انا شاهد الكرة كان مقولها اعطاه انذار ابو بدر هذا روجي شوف لا هذه وين هذه شرط احمر ولجنه انضباط باكر تجتمع تصدر طبعا اذا سووا لجنه انضباط هذه فيها ست مباريات على الاقل يا مخبر هذه مصيبه لا طريقه الضرب قويه ركله جزاء الجاره صحيحه يا جماعه انا اعتذر بس من ضيف الله الفضلي انه اعطى كرت اصفر يعني ما اعطى انا قلت ما اعطى شيء اعطى كرت اصفر ها ركله جزاء صحيحه ابو بدر انا اشوفك هاي ايه صحيحه ابو فهد تقول صحيح اي صحيح بس بالنسبه للخشونه هذا اللي قاعد تصير ترى في اكثر من مباراه في الفتره الاخيره هذه اللي اخر ثلاثة اسابيع قاعد نشوف تدخلات اعوذ بالله اني اقول انها متعمده مفروض اسف لكن يعني تحس انه في شيء غلط خصوصا لما في مدير فريق يقول انه غلط الخطأ من الجهاز الفني والإداري إذا ما يحذر اللاعبين يقول لهم صح. هذا ترى مهما كان تنافس لا يتعدى يعني هذا فيها قطع رزق طيب. يعني مثلا هذا لاعب محترف في شغلة لما مدير فريق لا بس لما مدير فريق يطلع بالتلفزيون ويقول أن أنا سمعت الجهاز الفني والإداري الفريق الثاني قال للاعب اللي كان بيبدلونه عور لي فلان ترى هذه هي المشكلة يا جماعة ترى هذه بالنهاية كرة وتذكرون اللاعب من اللي احمد العيدان من اللي يقول له كذي من اللي يقول له قبل لا يطلع لاعب النصر اللي تعور تدري انت المدرب او الاداري يقول له عور لفلان قبل لا تطلع قد ياخذ كرت احمر هذا المفروض يصير اصلا في اللجنه المؤقته يدرسون الموضوع هل صحيح واذا صحيح لاعب تحيل قصدك زياد العبدلي اللي تعور اللاعب اللي تعور مال النصر يعني انقطع رزقه محترف اي بس ما كان قاصد بس تعرف ساعات الدخول اللي ما يعني انت تبي الكره
ودخول تهور في دائما تصير تهور بيت رافع. اي ما كان قصده طيب. كان بيشوت الكره ساعات الواحد يكون حذر شوي يعني، واتمنى ان الخبر اللي انقال انه ما يكون، مع ان انا اثق بالشخص اللي قاله لا يمكن لا انت لا تقول لنا الغاز ابو فهد تبي بالاسماء اي قول والله محمد بن ايان محمد بن ايان مدير ايه؟ نادي القادسيه ايه؟ قال في برنامج بين الشوطين ايه؟ انه هو سمع من صوب دكه نادي السالميه يكلمون الرياحي عور لاعب عور مساعد ندى. لما تنقال المعلومه هذه خطيره، ومحمد بن ايان ما هو محتاج الشو يعني ما هو محتاج، لكن لما يسمعها هلا شنو قصد منه؟ قصد منها انه عور مساعد ندى تذكر مباراه السالميه والقادسيه لما صار تدخل لجنه انضباط اي فاهم، بس ما كل لجنه انضباط لا اذا إيه؟ قال ابو عبد الله قال الكلام عزيز عزيز وعلى الهواء مباشره عزيز يجب ان يستدعى لجنه انضباط. هذا الكلام اللي قاله ممكن صحيح، بس ليش قالوا له سالميه عور مساعد ندى؟ اكيد في سبب اساس عور فهد الرشيدي مو يعني متعمد. ما اعتقد انا من دربت لعبت ما شفت احد مدرب او اداره قال ولا عمرنا ولا عمرنا إيه لاعبين عور فهد الرشيدي ولا خليك مع ما انت مانع مع قوي يعني بس ما تقول طقه طلع برا عوره ما لما يدخل محمد بن ايان حتى محمد بن ايان لما يقول هالكلام المفترض على الهواء ابو عبد الله إيه لا المفترض ابو عبد الله كان موجود كان موجود يقول من اللي قال هالكلام كان موجود مدرب نادي السالميه كان موجود وياه بالحلقه ونفى ولا اكد ما رد قال لا مو بعدين قال محمد انا اقول لك كلام صحيح يعني هذا الشيء انا اثق في محمد بن ايام لكن ما تقدر تقول إيه لا والله مو فاهم قصدي فهذه مصيبه لما شوف نوصل وقت شوف ان مساعد عور فهد قبل عشان قبل لا ينقال الكلام من محمد بن ايام عبد الله ابو فهد قبل لا ينقال من محمد بن ايام في يوم المباراه احد الاخوان انا دزي تغريده وعرضتها على الهواء ايه ان مساعد بيعور ان ان لا ان قايلين ان اداره نادي السالميه قايله حق ثلاث لاعبين طقوا مساعد ندى هي هذه وراها هي. ثاني يوم محمد يمكن علق على الموضوع لكن محمد غير عن تغريده اعطيك اللاعب يعني محمد لما يقول هالكلام غير لما تغريده توصل قال الاول اي مباراه السالميه والقادسيه اللي بكاس ولي العهد صح هذه اعطيك اسم اللاعب بعد الرياحي الرياح اللاعب اللي كان بيدخل عبد الرحمن مال السالمية ترى في الرياح اثنين في لا لا الرياح مال السالمية وفي مال القادسية اي لا مو مال القادسية مال السالمية خو لا خو خو يقولون مو كويتي لا اي كلهم اردنيين بس مال يد الكويتي بس واحد يعامل محترف وواحد يعامل كويتي لان هذا ما استدعى المنتخب الاردني وهذاك مثل المنتخب عزيز قاعد يتكلم عن قبل المباراة انت لا 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 انا شوف يوم الحلقة محمد بن ايام ما كان موجود على الهواء كان مو بالتلفزيون اوكي وصلت تغريده في يوم المباراه ان قبل المباراه في يوم المباراه ايه قال هالكلام بس انا قاعد اقول حق ابو فهد غير لما تنقال يعني المعلومه غير. من مغرد يدزك تغريده غير لما تنقال من واحد جهاز اداري قاعد في الملعب وما يتم التحقيق في الموضوع هذا امر هذا اللي انا اتكلم لا انا اقول لك قلت لك سبب اللي قال يمكن انا ما ادري شنو بس انه اتوقع في سبب يمكن طقه طيب مساعد وللاسف مباراه قاسيه والسالميه ما كانت قبل النهائي هي قبل نهائي كاس ولي العهد يعني شرف انك توصل وين النهائي تبي مصافحه سمو ولي العهد وكل الفرق راح تصافح ان شاء الله وتتشرف مصافحه المباراه خرجت عن اطارها بخطا من اللجنه المؤقته لما استبعدت خالد ندى قبلها يعني ترى من قبلها هني المشكله صار شحن اي ان اخو مستبعد مباراه الكويت والجهره إيه؟ اوكي اروح لا خالد ندى كان بحكم القادسيه والسالميه هو اعتذر كان بحكم كان سالميه سالميه والنصر سالميه والنصر في كاس ولي العهد الجوله الاخيره فقالوا عشان نكون مساعد فهذه هل ممكن هم قرار هذا اثر كانت مباراه فاضحه يعني صحيح مهمه اي بس ما اعتذر خالد ندى صحيح اعتذر نعم لا 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 كان بيحكم هني بسعود قاعدين بحلقة احنا كان سالمية والنصر وتم استبعاده سالمية والنصر لا احنا كان لا سالمية والنصر بس هو اقولها لك سالمية والنصر منو سالمية والنصر وعوضوه بالكويت والجهرة وعوضوه بالكويت والجهرة ايوه وما رد عليهم تليفون قالوا اعتذر خاروح حق فاصل وبعد ذلك ها
حياكم الله ويانا. كم تغريدة على السريع قبل اخذ اتصالات. اخوي طلال العنزي يقول اصبح عليك وعلى ضيوفك، راضي ضيوفك بقمة الكرة المصرية بين الاهلي والزمالك وفوز الاهلي 2-0. استمتعنا بمباراة القمة اليوم، والله ودنا نتكلم عنها ما في وقت السموحة. ابو حمزة يقول يستاهل جنسية محمد راشد، لاعب وحش كنت اتمنى يلعب بالعربي. بن عيدان يقول سلم على ضيوفك وسلم ليش انت ودائما متشامين من الوضع الرياضي، تفائلوا شوي على الاقل. العامه غالبه. اخونا فيصل ابو عباس يقول اصبح عليك وعلى ضيوف الكرام، سلام خاص حق اخوي احمد السلامي منور الشاشه وكله خسران بالكوت الشلاح، استمر بطرحك الراقي وخف عليهم. خل اخذ قبل اتصالات احسن لاعب ايامك بس عبد الحميد العسوسي سنه من السنين هو يذكر المدرب ما ماتش الله يمدحه بالمباراه يمدحه، بس يقول لي حميد يعني قاعد وياي قال لي يا معود ما يصير كذي يمدحني، يقول لي انا خوش لاعب بالمباراه اليوم بعد كل احتياط انا. كان اقول له شلون حميد ايش خليك قاعد وياه تذكرها؟ اي قول. كان اخذ حميد واقعد ويا المدرب، قلت له ميلان شلون تقول حق اللاعب انه لاعب زين وما اعرف ايش بس مو اساسي؟ هو يسال ليش مو اساسي؟ كان يقول لي اذا لعبك اساسي انا شلون ابدل المباراه؟ انا المباراه داخل اللعب ما اعرف ابدلها الا فيك حميد، انت افضل احتياطي عندي يعني البديل البديل اللي بدله ويغير المباراه. عشان استانس حميد قص عليه كلمتين واضح عكسك. ايوه قبل اخذ اتصالات خلينا نبارك حق اخونا فارس سياف اليوم في حساب اسمه كان الاخباريه، مشاركه 6965 رياضي، فارس الاول في الاستفتاء الرياضي كافضل مغرد رياضي، تستاهل يا اخونا ابو تركي وموفق ان شاء الله. اخذ اخوي مشاري، صبحك الله بالخير يا اخوي مشاري. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالنور ابو سعيد. حياك الله. افضل وعلى الجميع افضل الخاص افضل ارتكاز كامل كلت عبد الحميد. والنعم. من افضل اللعيبه. بس لاحظ الجيل العربي لما كان بقوته. بس بخصوصه عندي كذا نقطه. تفضل. النقطه الاولى عقب عليها الكابتن شلاح كله سليم. كلامه كله سليم وخاصه الكابتن محمد بن ايام. صرح بهذا الشغلة، فأنا أتمنى قبل صرح هذا على شغلة الصويب وكذا لاعب. الشغلة الثانية الاتحاد السابق كانوا يستغردونه إن محاباة تكسر من نادي، الحين نادي الكويت أي قرار مو عاجبه. الآن ما أنا عارف السبب، النادي الكويت يعني قبل كانوا يعيبون إن نادي الغازية أي قرار مو عاجبه، الحين نادي الكويت أي قرار مو عاجبه. وبخصوص إجابة أعتقد الحارس عبد الحميد الشطي. هو الحارس احترف. مشكور. صح صح. اخذ اخوي حامد، صبحك الله بالخير. انت شغال عادي. هلا اخوي حامد. هلا. تفضل. هلا بكل رساله. تفضل. ليش العربي محارم من كل الانديه الكويتيه؟ عزيز ما يطول صوت. بلى. ما اسمع. اوكي حامد مشكور. مشكور يا حامد. ليش العربي محارب من الأندية الكويتية كلها؟ من جميع الأندية. لا ما في محارب إن شاء الله. ما هو يقول كذي أسوأنا. في مداخلة ولا أروح حق مباراة الساحل والتضامن؟ خل أروح حق الساحل والتضامن، عندنا ثلاث مباريات ما عليه نخلي اتصالات شوي. وعندنا خيطان أيضا وبرقان فيها ثمان أهداف ما شاء الله. الساحل والتضامن بوريكم ثلاثة وأربع لقطات كانت مثار جدل. للتحكيم صراحة، وجهاز الإداري لفريق التضامن كان عنده ملاحظات على الحكم فهد سهيل. أخواننا يقولون فهد العجمي جاهز. فهد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير بسعود. حياك الله يا أخوي فهد. كيف حالك؟ طيب. الله يجمل حالك. طيب. صبح عليك صبح على الأخوان اللي عندك موجودين كلهم. حياك الله بسعود. أنا بتكلم عن شغلة صارت من قبل يومين في أحد البرامج الرياضية. تفضل. سعود نختلف نتفق هذا الامر فارغين منه قصيد. انا برد على اخوي بدر العنبري يوم يتكلم عن نادي الغاتيه والخيمه اللي يتكلم عنها ويتكلم عنها باستهزاء بطريقه بس يعني بطريقه ما كنا متوقعينها من بدر العنبري صراحه. يعني انتم اداره نادي الكويت كنتوا رافعين اللجنه المؤقته الحكوميه موصلينها للسماء. يوم خذت الحق منكم وقتها نادي العربي ضربتوا فيها ليل ونهار طيحتوا حظ اللجنه الانتقاليه، الحين ترجع على نادي الغازيه وتقول اتكلم عن الخيمه
احنا بنقول حق بدر الانبري، الخيمه اللي تتكلم عنها وقتها جابت زعامه النادي الغاسيه اللي هم زعيم الانديه الكويتيه الحين هذه. طيب. واذا بتتكلمون على النادي الغاسيه يا اخي طالبوا نفسكم قبل ما تطلعوا الخيمه النادي الغاسيه. يا اخي لهالدرجه النادي الغاسيه مسبب ازمه لكم ولجميع الانديه بالكويت هي. طيب فهد جاوبنا، جاوب لنا على السؤال فهد. هلا بسعود هلا. عرفت سؤالنا اليوم؟ لا والله ما كنت منتبه للسؤال، شنو السؤال؟ السؤال من هو أول حارس، من هو أول حارس كويتي يلعب في الدوري العام؟ عبد الحميد الشطي. تفضل الإجابة. جاهز. عبد الحميد الشطي. برافو فهد. مشكور يا فهد. عشان يدخل قرعة. خذ خمسة، عطى خمسة. عبد المحسن صباحك الله بالخير. قطع. أخوي عبد المحسن. حلو صغير. وعليكم السلام ورحمة الله. صغير. 14 سنة. حياك الله يا عبد المحسن. واحد يقول. يا هلا مرحبا. اخوي عبد العزيز. نعم. في مسؤول باللجنه المعينه بس ما عرفت اسمه صرح تصريح قوي، هل هذا صحيح ان جميع اللعبات اللي لعبها نادي الكويت ولعب فيها فهد العنزي وبوقتها ما كان تطبق عليه العقوبه، ما كان مطبق العقوبه، كل هذه النقاط لن تحسب فهد الهادي فهد الهادي او لجنه الضباط جميع اللعبات اللي بيلعبها؟ فهمت الموضوع. نعم. أخوي نعم. عزيز نعم. اللي وراء عقوبة نادي موضوع العربي لعب فهد العنزي 3 لعبات لم يطبق العقوبة. نعم. هل راح يروح منه 12 نقطة؟ وقالها بالمعنى، تصريح موجود في. نعم. على فهد الهادي قصدك. طيب إذا تعرف جواب سؤالنا عبد المحسن. راح. والله انا توني سمعت الاخ أو يعني قبل الطرابلسي قصده. لا لا عبد الحميد الشطي بس خلص. النصيفه قلنا نصيفه بس لنا خمسه. انت قولها قول الشطي. قولها الشطي بس. هذا بسوي قرعه الظاهر. سوي قرعه لازم. اخونا حتى سامينا اخونا فارس، حياك الله يا اخوي فارس ومبروك للاستفتاء وحصولك المركز الاول، تستاهل يا اخوي فارس. الله يسعدك سعيد، صبح اخواني اللي معاي. حياك الله. مرحبا. الله يبارك فيك، الحمد لله ما جاء ما هي الاستفتاء ما جاء من فراغ ان شاء الله. تستاهل. ابو سعيد صراحه انا يعني اللي قاعد اشوفه بالرياضه، انا كنت انتقد اداء الانديه التكتك، لكن الحين اقول الله يرحمكم تعالوا ارجعوا ثاني مره. يعني مو معقول اللي قاعد يصير بالاتحاد الغدر. يعني نادي الكويت يطلع يسوي مؤتمر ويتهم هذا وهذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا، ما كنا نشوف الامور هذه بالاتحاد الدار مال الشيخ صلاح. يعني الامور ما تدرى شيء. يعني انا اتمنى يعني ان يصير حل الامور هذه، وخاصه الاعلام لازم يوجه الامور هذه، وانا اشكركم انكم تفتحون مثل الامور هذه كلها توضح للناس. احنا برياضه رياضة لها أخلاق. طيب. مشكور يا أخوي فارس. مشكور. وهم راح نحط اسمك مع الإخوان اللي اتصلوا. حامد فهد. حامد فهد الصغير. اللي اتصل. حامد فهد. حامد فهد. قبل لا أيضا. بس عزيز أنا بتكلم عن هذا حامد فهد. الصغير ولد. إيه؟ يعني هذا الحين كم عمره اللي قال الانديه ضد النادي العربي هذا يعني شنو موصل المعلومه؟ من اول ما انولد العربي مو قادر ياخذ دوري، من اول ما انولد العربي مو قادر ياخذ دوري. لا بس العمر يعني مو واحد، يعني واحد قاعد يقول له هذا 100% يعني. لا واحد يقول له يمكن يشوف يقول يعني له يعني يعرف ليه يعني البلنتي شافه بعينه. البلنتي شافه بعينه. خل اقرا التغريده. اخونا ابو فهد زعلان علي يقول والله مو قاعدين مخيم حاط صورة. مشكور يا اخوي ابو فهد. لا مو صورتك نفس صورتي يا ابو فهد. قلت لك عطى الخيمه، عطى عنوان. انت مو حاط عنوان. والله العنوان عنده مو شاد على خيوط من وقتها. خليني اشوف لقطات السحل والتضامن بشكل سريع وتعليق الاخوان، لان الاخوان في نادي التضامن زعلانين. اول شيء هذا ركله جزاء ولا لا؟ ابو بدر بسرعه. بعيده لان التصوير ترى تصوير واحد. بسرعه تكفى عشان بتروح لقطه ثانيه. اللي شافه يقول لا مو بلنتي. لا مو بلنتي. احمد مو واضحه. والله مو واضحه. مو واضحه. مو واضحه. لا
مو واضح. أنا أقول طيب. لا مو بلنتي. أوكي هني في تدخل الحكم أيضا فهد سيل ما أعطى شيء حق. هذه كرت أحمر مباشر أحمر. لأن رجل ارتفعت فوق ونزلت على رجل اللاعب يعتبر تهور. شوف رأس شوف شوف, 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 شوف أحمر. أنا أتكلم أحمر. أنا أقول هذا كرت أحمر لا تهور متعمد هذا أحمر اي وريله تنتين عنده انذار ترى اي عنده انذار ما اعطاه شيء اخونا فهد السيل هذه اللقطه لا ما فيها شيء مو بلنتي لان ايد لاعب الساحل راده لورا لا مو بلنتي ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء احمد ما فيها شيء طبعا المباراه انتهت تذكر بس بالتعادل 1-1 انا يعني حرصت احط اللقطات التحكيميه لان عاده في البلنتي موجوده في بنالتي وفي في بنالتي ثاني بعد في التضامن راح نشوفها الان مع بعض مع الساده المشاهدين الشوط الثاني كان الحقيقه في احتجاجات كثيره على اداء الحكم هذه اللقطه كانوا يطالبون بركله جزاء ايضا هذه بنالتي شو تقولون انا لا ما في شيء عيد شوي راح تنعاد مو بنالتي خل نشوف الاعاده بس لان الاوريدي الكره طلعت ترى اي بس رجل الحارس لمست المهاجم يوسف العنيزان اعتقد هو اللي طقها العنيزان اللي مدري له يعني ابو بدر انت تقول ما فيها شيء ما فيها شيء لا ابو فواز والله ما شفت عاد عزيز راح نشوفها يعني لو تعيدها اداره تضامهم رايحين حق الحكم مساعد عتبانين علينا اذا الحكم الساحه ما شافها المفروض الحكم المساعد يشوفها لان بينه واضح ريل العنيزان هي اللي راح حق الحارس انت تقول ما فيها شيء يشوف الاعاده شوفه بالضبط بعد ثواني اعطى العنزان دار لا ما لانها تمثيل هذه ما اعطى انذار شوفه الاساسي هذه اللقطه مره ثانيه هذه لا هذه فاول نفس اللاعب بعد لا هي اللقطه شوف. هي اللقطه اعاده الان لا بلنتي ايد الحارس مسكت انت وخرج الحارس بلنتي الحارس بريد اليمين وخارج الحارس كان بيمسك الكره قال خلني اخليها اوت مسك رجل اللاعب هذه بلنتي هذه بلنتي المباراه كلها بلنتيات يعني بلنتي حسبها بلنتي يعني شو تقول احمد بس بلنتي لا بس مش بلنتي هذا بلنتي الحين هذه شنو هذه بلنتي والمساله هذه بلنتي لا مسؤول مساحه خذا بريد اليمين خذا بريله بس هو اللي داش على الجول شيء وخذا بريله شنو وقط نفسه على طول لان شنو الكره طلعت برا مو اخر من المسافه مو بحوزته كامله هو اخر واحد من المسافه اخر من المسافه هذا بلنتي 100% بس هني يبين التيم وورك اللي هو لما يكون الحكم المساعد شجاع وصاحب قرار يساعد الحكم اذا قفل عن شيء اعاده البلنتي هني ترى الحكم مشى اللعب لو تشوفها الحين يصدها الحارس يرجع الحكم يمشي اللعب الحكم المساعد وقف مكانه ورافع الرايه اي لان في تدخل لاعبين لان الحارس تحرك شوف حمد اخذ هو اللي سدد اول ركله إيه اخذ مترين قدام شوف صح إيه فشوف هنا الحكم مشى اللعب شوف هنا لاعبين تضامن يقولون له ارجع ترى ما كان من قاعد يكلمون لايمن اي شوف اللايمن رافع الرايه لين شاف فهذا الحكم المساعد لا ما في لان في عدد قليل اعتقد من الاجهزه برافو عليك الحكم المساعد هذا التيم وورك ابو سعيد يا جماعه ترى كل بنالتيات الحارس قاعد يتحرك لا بس مو بهالشكل هذا 3 متر لا مو بهالشكل هذا ولازم لحظه تسديد الكره تقدم الحارس تحرك لازم الحكم يثبت يعرف تلاحظ ان الجوتشي طلع قبل الشوطه قال لك شوف اللايمن هو اللي فهد طلع قبل الشوطه اي قبل الشوطه رقم 5 الاندار اللي قبل شوي سوى الفاول بس شوف هني شلون يحتاج على الحكم شوف الحين على الحكم المساعد كان مفروض هم فيها اندار هو اعطاه مجال الدقيقه 90 شوف هو اعطاه مجال اي شوف الحين هو كابتن الفريق بس هم شوف الحين رجع له احمد انت ما كان لك تعليق شوف عادته صحيحه صحيحه 100% صحيحه 100% يعني قرار الحكم بس عزيز المفروض هذا الحكم الساحه هو مو واضح لا واضح لا يمن لا هو تغير اللاعب يردها مو الحكم الساحه شوف لا. العسوسي الحكم الرايه واقف على الخط مع الجولتشي ايوه انا عارف وطلع قبل الكره شوف بس الحكم اكيد يدري قبل الكره شوف قبل الكره طلع بس هم ضاعت شوف بعد هم ضيعها يوسف العنيزان وسعيد هل تغير اللاعب اللي سدد الكره تغير هني ساعات يعني اللاعب اللي شات الاول شوي يعني يبي له الحين علاج نفسي انه يرجع ايه طيب ياخذ ثقه منو غير اللاعب مدرب بس في نقطه بسعود هي على موضوع الحكام عندنا بشكل سريع قاعد نواجه مشكله في التحكيم صار لنا فتره اعتقد مستوى التحكيم في انهيار وفي نزول حاد جدا يعني خلال الفتره الماضيه وما اعرف شنو الاسباب اللي خلت
الوضع الحكام وايد متدهور. سمعنا في إضراب من فترة، سمعنا في انقسام الحكام إلى جروبين، ودخلت بينهم أمور كثيرة، يعني مشاكل سببت الكثير من الحزازيات. ويعني هذه المشاكل نتمنى من الاتحاد أن يواجهها في حزازيات. اسحب لنا اسم تكفب فواز بشكل سريع، الله يخليك. مو أقرب واحدة، ثاني اللي طاحت حميدة اللي طاحت عندك يدين شويه. اقرأ الاسم تكفى. ياخذ 25 دينار وكيل مدرسة من اخونا الكبير العم حجي عبد المحسن. عبد المحسن عيدي يستاهل 25 دينار. لا 20 بس 20 20 وقلنا الخمسه اللي قال الاجابه في هديه حق واحد من ضيوفنا اللي يعرف الاجابه. انتم كلكم عرفتوا الاجابه من الاجناعي العطور والبخور. من ياخذ منصور اكبر واحد فينا. ابو سعود تقطعك قصر واحد. لا نعطي اصغر واحد. وصلنا الختام، شكرا لاخونا عزيز بشار جاسم وعبد الله الجيران. بشكل سريع، اراد رجل ان يستهزئ بالمتنبي فقال له رايتك من بعيد فظننتك امراه، فرد عليه المتنبي وقال انا رايتك من بعيد فظننتك رجلا. هذا المتنبي بالنسبه لي هو طلال الفهد، والرجل اللي اراد استهزاء الوسيله الاعلاميه اللي اليوم نزلت خبر بطريقه فجه ولا تنم عن اخلاق وعادات اهل الكويت. شكرا للجميع، شكرا منصور تنيب، شكرا احمد سلامي، شكرا عبد الحميد العسوس، شكرا عبد الله الشلاحي، شكرا لبشار جاسم، عبد الله الجيران، شكرا للعم عبد المحسن العوضي ايضا على الرزنامه الجديده والهديه الجميله. شكرا اخونا بشار جاسم صاحب ماركه ميدار مع عبد الله الجيران. نلقاكم ان شاء الله يوم السبت. مع السلامه. امين.